يا جماعة، البلاء بهالدنيا بيجي على شكل زوج مقصر أو زوجة مقصرة، أو ابن عاق أو موت الابن، أو فقدان حبيب أو مرض أو خسارة أموال أو ناس بتأذيك أو تأخير زواج أو حتى تأخير إنجاب أو ضيق بالرزق. فدائما قول الحمد لله على كل بلاء. الحياة مانا كاملة لحدا، الحياة عم تاكل من الكل. نحن نعتقد أنه حياة الآخرين هي أحسن من حياتنا، وهن كمان هيك بيعتقدوا، فكل واحد يعتقد انه هو مبتلى اكثر من الاخر. فهالجيل يا جماعه لا قليل بيقنعه ولا كثير بيمتعه. فالدنيا هي قوسين، قوس الولاده وقوس الموت، وانت بيناتهم عرف شلون تشتغل. لا تزعل حدا، لا تسرق فرحه حدا، لانه اعمارنا قصيره. يعني نحن بالقبر بدنا مين يدعونا مو مين يدعو علينا. الحياة يا جماعة بهالحياة إذا بدك اغضاب كيف ما بدك، احقد كيف ما بدك، احسد كيف ما بدك، ما رح تتلف غير أعصابك، ما رح تحرق غير قلبك، وما رح تروح إلا حسناتك. شوف، إذا أحسنت الظن بالله سبحانه وتعالى، اليوم تبعك رح يكون أحسن من امبارح، وبكرة رح يكون أحسن من اليوم. سلام عليكم.